السلام عليكم البنات، نتمنى يا ربي كلكم تكونوا بخير وعلى خير في احسن الظروف. مرحبا بالبنات الجداد اللي عاد التحقوا بالقناه ديالي، ما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم، دعموا القناه، ديروا ابوني لاشين باش دائما توصلوا بالجديد. مرحبا بكم اليوم فيديو جديد على القناه ديالي. اليوم البنات جيت نشارك معكم طريقه ديال مربى ديال الفريز، طريقه سهله. البنات كنت في المارشي لقيت الفريز رخيص، خديت هاد البواطات بجوج دراهم البواطه، هانتوما كيما كتشوفوا البنات، ما عرفتش واش حيت مع المنتخب. المهم لقيت الفريز اليوم رخيص في المارشي جوج دراهم البواطه، فقلت علاش لا ناخذو نجي نشارك معكم الطريقه ديال المربى. صراحه كيعجبني انا المربى ديال الفريز، وجيت نتقاسم معكم الطريقه ديالو. طريقه سهله، ما كطحني ما حتى شي حاجه، طريقه سهله لجميع المبتدئات. غنستق معكم. المهم البنات باش ما نطولش عليكم، كما قلت لكم دابا راه الفريز راه موجود، يعني الثمن ديال البواطه انا خديته بجوج دراهم، ثلاثه البواطات خديتهم بست دراهم، يعني رخيص دابا الفريز وقيدته موجود دابا. المهم البنات ناخذ الفريز ديالنا الكميه اللي بغيتو. انا هنا عندي ثلاثه البواطات، غندير معاهم زلافه ديال السنيده ما امراش، غنغسل الفريز ديالي ونقيه نقطعه ونكمل معكم الطريقه. البنات ها الفريز ديالي بعد ما قطعته وغسلته، صراحه لقيتو كامل زوين، ما لقيتش فيه شي حاجه خاسره، هانتوما كما كتشوفوا عطى كميه كبيره البنات. المهم هنا بعد ما قطعته وغسلته غادي نضيف شويه ديال الحامض، كيبقى اختياري البنات ماشي بزاف، وغادي نضيف السنيده. السنيده البنات الحلاوه كتبقى على حسب نتوما، على حسب الحلاوه اللي كتبغيو. انا البنات هنا ضفت زلافه ما عامراش، ولكن راني نقصت منها شويه، ما غنديرهاش كامله، ها شحال حيدت منها تقريبا. نديرو واحد، نديرو بحال هكا، الا درتو كيلو ديال الفريز، انا عندي تقريبا هنا عندي شي كيلو لاروب، ما وصلش الكيلو، ثلاثه البواطات ما وصلنش كيلو، تقريبا شي كيلو لاروب، المهم كيلو قل شي حاجه. درت معاهم هنا راه شفتوا شحال ديال السنيده، الا درتو كيلو كامل ديروا معاه زلافه ديال السنيده. انا فاش كندير البنات كيلو كندير معاه زلافه ديال السنيده. المهم هنا البنات غندخل داك السكر وسط الفريز، وما غادي نطحنو، ما غندير ليه حتى شي حاجه، غادي نخلي يشرب داك الفريز كيشرب ديك السنيده، كيطلق واحد السيرو. غادي نبقى نحركو، غادي نحركو مزيان، وغادي نخليها البنات تقريبا قد ما خليته ماشي مشكل، ساعة ساعتين ثلاثة السوايع الليلة ما عندهم ما كيوقع لي، غير غطيوه وديروه في الثلاجة. أنا البنات غادي نخليه تقريبا غير واحد الساعة، وغادي نوريكم النتيجة اللي حصلت عليها. راه ديك السنيدة البنات راه كدوب كدوب وكطلق لي واحد السيرو. هاد الفريز البنات باه زوين، أنا ما كنطحنوش، كنطيبو بحال هكاك، كيجيو فيه دوك الطريفات ديال الفريز كيجي زوين. المهم انا غادي نغطيه، غادي نحركو مزيان وغادي نغطيه ونخليه تقريبا المده ديال واحد ساعه، ونكمل معكم الطريقه. البنات هنا بعد ما خليته تقريبا واحد ساعه، شوفوا السيرو اللي كيطلق، شوفوا البنات، يعني قد ما خليته بقى اكثر قد ما مزيان. انا البنات صراحه خليته تقريبا غير شي ساعه، يعني الا كان في يعني كان عندكم الوقت وبغيتو مثلا تقطعوا وتخليوا النهار كامل حتى العشيه تصوبوه، فمن الاحسن قد ما بقى في ديك السنيده مزيان. المهم البنات انا غنديرو دابا في الكاسرونه ديالي، هانتوما كما كتشوفوا البنات، يعني راه ما ضفتش عليه حتى شي حاجه، وحتى ديك السنيده راه ما استعملتهاش كامله، راه نقصت منها، يعني الحلاوه البنات كتبقى اختياريه. بالنسبه للحامض، الناس مثلا اللي ما عندهمش مع الحامض فممكن تستغناو عليه، انا غير صراحه كيعجبني الحامض مع الفريز، كندير شويه. هانتوما البنات غادي صراحه يعني عطاني واحد الكميه اللي كبيره، ما كنتش كنظن غنلقاه كامل مزيان. هانتوما البنات كما كتشوفوا، يعني 6 درهم راه عطاتني واحد الكميه كبيره. المهم البنات غادي نشعل عليه البوطه، غادي نخليه تقريبا لمده واحد 20 دقيقه حتى 25 دقيقه،
ونبقى كنحرك. انا البنات صراحه علاش ما كنبغيش نطحنو، صراحه انا البنات علاش ما كنبغيش نطحنو على قبل باش يبقاو دوك الطريفات ديال الفريز. فاش كطحنوها البنات كيجي جاري بزاف، ولكن انا هاد الطريقه باش كنصاوبو ما كنطحنوش ابدا. كنشعل عليه البوطه تقريبا لمده ديال 20 دقيقه حتى 25 دقيقه. بطبيعه الحال كنبقى كنحرك باش ما يلصقش ليا من تحت، راه حيت ما كاين لا ما ولا حتى شي حاجه ديك السنيده تلقات الماء، ولكن ماشي داك الماء يعني ضروري خصنا نبقاو نحركو ما بين 20 دقيقه حتى 25 دقيقه. كما قلت لكم البنات صراحه يعني طريقه سهله واقتصاديه وفي المتناول ديال الجميع. انا ما كنقص عليه غير البوطه، كنخليه كيبقى يطيب. مره كنحاول انني نمأك عليه بحال هكا، كنورك عليه، كندير غير هاد السباتول، ما كندير لا معلقه لا حتى شي حاجه، كندير غير هاد السباتول. انفو هو كيدخل ليه السخونيه كيبدا يذوب. مره كنورك عليه بحال ما هكا، صافي كيذوب كامل، ما كنطحنو ما حتى شي حاجه. البنات اللي موالفين كطحنوه وبغيتو طحنوه يعني اختياريه، انا كندير هاد الطريقه يعني سهله، يعني سهله والنتيجه زوينه. حتى فاش كتكونوا كتاكلوا كتلقاو دوك الطريفات يعني معلك، دوك الطريفات ديال الفريز ماشي او ثاني جاري. اما بالنسبه الا بغيتوا تصاوبوه جاري فهو ما كيجي صالح الماكله، يعني غير شي حلوه شي حاجه كيما داك اللي كنلقاو في الحك كيكون جاري او ثاني بزاف. ما صراحه ما كيعجبنيش انا الطريقه البنات اللي كندير زوينه وكيجي معلك كيما قلت لكم، وكيجيو دوك الطريفات ديال الفريز يعني كيجي زوين كيجي ثقيل. المهم البنات انا غادي نشعل عليه البوطه، غنخليه كما قلت لكم تقريبا واحد 25 دقيقه، غادي نبقى نحرك وغادي نكمل معكم الطريقه. البنات بعد ما طفيت عليه انا صراحه خدا ليا 30 دقيقه البنات، خليته 25 دقيقه لقيتو مازال شويه خفيف وانا بغيتو يجيني عاقد بحال هكا كما كتشوفوا. زدت واحد 5 دقائق يعني تقريبا خدا معايا 30 دقيقه. المهم البنات كما كتشوفوا هالقوام ديالو راه كيجي خاطر البنات، هادشي علاش انا ما كنبغيش نطحنو، كنبغيه يجي بحال هكا. اما الا طحنتوه البنات كيجي جاري بزاف كيجي خفيف. هذا هو القوام اللي حصلت عليه. غسلت القرعه ديالي وعقمتها مزيان، غنديرو في القرعه البنات. بعد ما عقمت القرعه ديالي خويت فيها داك الكونفيتور، هانتوما شوفوا كيفاش كيجي البنات ثقيل صراحه، كيجي غزال زوين. هانتوما البنات راه كيجي تماما بحال ديال الزنقه. انا البنات حيت خليته عاقد، هذه قرعه ديال الزاج كبيره، شوف شحال عطاتني، يعني تقريبا خصها غير واحد شويه وغتعمر حتى للفوق، وهذه راه قرعه كبيره البنات ماشي صغيره. صراحة كيجي زوين، وبالنسبة للثمن يعني تقامت عليا بستة دراهم، يعني الثمن مناسب وفي استطاعة الجميع. ودائما نصيحة للأخوات كنقول لكم دائما تفاداو يعني شي حاجة ديال الزنقة، طريقة سهلة وبسيطة، يعني في يعني ما كاينش شي مبلغ كبير باش غتقولي حكا خصني القد والقد باش نصاوب باش ندير، يعني شي حاجة اللي في استطاعة ديال الجميع وبدون مواد حافظه، يعني شي حاجه كتاكليها وانت طبيعيه متاكده منها عارفه اشنو، يعني شي حاجه صوبتيها على يديك كتاكليها وانت مرتاحه. المهم البنات هانتوما كيما شفتوا نتمنى تجربوا، جميع الاخوات يجربوا الصراحه، راه طريقه زوينه سهله اقتصاديه في المتناول ديال الجميع. يلا البنات نهاركم مبروك، ما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم، دعموا القناه ديروا ابوني لاشين باش دائما توصلوا بالجديد. المهم نهاركم مبروك، وكما قلت لكم دائما راه كنجيب لكم شي حاجه يعني اللي في المتناول ديال الجميع.